قصتكم المفضلة آلو شيف اللي فيها دائما بث مباشر لتعاونس من الزمن فيه العديد من الأطباق والوصفات اللي طلبتهم. على بالكم كل يوم اثنين وثلاثاء عفوا تكون حاضرة معايا أم نوفل الشيف اللي أنا ما نقولش جديدة لأنها خلاص ولات مولاة الدار ولا بنت الدار اللي حبيتوا الأطباق اللي تحضروا لكم وخاصة الحلويات ديالها اللي راهم دايرين حالة لكم تعاودوهم وتراسلونا تبعثوا لي الصور هذيك الصور الجميلة واللي دائما هي تعطيها هذيك القوة باش تزيد تقدم لكم الأفضل. خلوني نرحب بها لأنه اليوم لازم يكون عندها الوقت باش تحضر لكم الحلويات. مساء النور. مساء الخير. مساء الخير. الحمد لله. وانتيا؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله. يلا خليك ترحبي بجمهورك. نقول لهم مساء الخير عليهم الجمهور الكريم اللي متفرج فيا. ان شاء الله تكونوا والفتوا عليا انا نبيت والف كما خلصتوا يعني وليت ان شاء الله مولات الدار. ان شاء الله توالفوا عليا كما انا موالفه انايا ثاني. الطاقم كامل راهو الله يبارك الطاقم تاع الشروق كاع اللي راهو هنا في الاستوديو كاع راه واقف معانا يعني قدم وساق الله يبارك. دائما لتقديم الاحسن وتقديم الافضل لهذا الجمهور الوفي لبرنامج الو شيف. دائما رقم الهاتف في خدمتكم 023 792 94. رجاء 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 انتم جمهور عزيز علينا نقصنا فقط الاهداءات. لما تبي تعيطوا الصباح الشرق عندهم اهداءات احسن لانهم عندهم متسع الوقت. هنا لازم نقدموا ربما الشيء المفيد اهم الوصفات ولا واش راكم حابين وكما يقولوا على العين وعلى الراس. يلا ام نوفل راني نشوف الطاوله مزينه الله يبارك بالحلويات. الله يسلمك. بيان سور من انا قدمت لهم زوج حلويات اليوم سوميه كما العاده حلوه تقليديه يعني من الزمن يعرفوها الناس شارك العريان وطلبوها قالوا لنا وطلبوها بزاف ثاني الحوا عليا في الرسائل قالوا لنا ديروا لنا تشارك العريان. انا درت لهم بطريقه سهله و وكيفاش نديروا لا فورم تاعو بسيطه يعني ما من المبتدئات اللي راحين يتبعوا معايا ما يراطيوش هاد لا غوسيت باسكو راحين نجحوا فيها ان شاء الله 100%. ودرت لهم بيان سور حلوه تاع راهم جايين لي فاكونس تاع دراري ان شاء الله حلوه الطابع اللي الناس ما تستغناش كامل عليها حلوه تاع قهوه حليب واحد يمض مع صباح ثلاث حبات بيض خمس حبات بيض يدير بها بورت مونجي تاع حلوه للدراري ينوضوا يسقهوا بها يسقهوا بها قبل العشيه وهذه هي ان شاء الله يكونوا كامل قدام الشاشه باش يكتبوا كاع الوصفات ان شاء الله. اكيد حنا رانا هنا دائما نعاودوا لهم مم الى ما كتبوش ولا ما تفكروش حنا حين نعاودوا لهم في كل مره والبث المباشر دائما اللي على الصفحه الرسميه تلقاوه على يلا زينب باغي تقول لك منا تلقاوه على الصفحه الرسميه دائما لقناه الشروق. يلا باش نبداو تشارك العريان بحلو الطابع. نبداو بحلو الطابع سميه باش نديروها ان شاء الله ماذا بيا توجد قبل ما حبيتي تطيب قدامهم طيب قدامهم باش تشوفوا كيفاش باش حلو الطابع تشقق لكم ولا باب كيفاش باش تجيكم متماسكه ماشي كيما شغل عندها السر كيما الغريبيه. يلا تفضلي. هلا هلا عندنا الكيفيه تاع حلوة الطابع عندنا ثلاث حبات بيض انا حندير لكم كيفيه كميه صغيره اللي انا درتها اليوم تخرج لكم واحد 13 حبه تاع حلوة الطابع كبيره ودرت لكم علبه تاع حلوة الطابع معلبه بزاف لي دومونداو لي في الرسائل قالوا لي سميه قالوا لي ديري لنا الحلويات المعلبه. انا جبت لكم اليوم بيسك بروفيتيت لوكازيون كي درت حلوة الطابع درت لكم معها الحلويات المعلبه هذه العاديه اللي مدارين بيان بعدا حنوريكم الكلام والناس اللي راسلتني على البقلاوه واش البقلاوه والقريوش واش من العسل تفضل ام نوفل ولا واش من العسل. انا على كل حال وريتكم العسل بصح انا شخصيا نفضل عسل الوجدان يعني الله يبارك العسل عندها قوام شباب لا كولور تاعها شابه ميم في الذوق تاعها يعني عندها مذاق ما شاء الله. انا مبدا انا شخصيا نبدا نفضل نخدم بها ونوصي ثاني للناس اللي راسلتني راني قلت لكم والشوكولاته ثاني قالوا لي باش ديري الشوكولاته تاع ليمون اللي نديروا بها البريستيج نفضل ثاني شوكولا الاذواق تاعها كامل يعني راهي الله يبارك اكيد رائعه وحتى الثمن تاعها ربما في متناول الجميع. يلا السيدات ربما اللي دائما حنا نفكروا فيهم اللي يحبوا يديروا دي بروجي يكونوا في الدار ويحبوا يديروا هاد الحلويات اللي نلقاهم متواجدين. يلا حلويات ام نوفل هذه مبيوعه هاد الباطه خلاص. الحلويات هادو لي بروجي هادو اللي انا نشوفوا بزاف سيدات ما كيفاش كاين بزاف اللي راسلوني يحبوا يسترزقوا وهذه حلوة الطابع العادية اللي حلوة الطابع كاين بزاف كاين بزاف ماركات يعني هكا في الـ في الـ في, الـ في الأسواق تشوفوهم يعني
با انا نفضل هذه، دوك نقول لكم كاع الوصفات كل واحد وطريقه العمل تاعو، ما بدون ماده حافظه، فغير في هاد لي بواط هادو تشد لكم يعني حتى 10 ايام سورتو دوكا في البرد. في الصيف يعني ننصحكم باش حلوه الزيت بزاف في الصيف تمتم الدور، بصح في هكذا في البروده رانا دوكا في فصل الشتاء يعني تشد لكم حتى 10 ايام تقعد يعني المذاق تاعها ما يتغيرش. عندنا هنايا هذه الوصفه درت لكم 3 حبات بيض اللي قلت لكم يخرجونا 13 حبه تحلو الطابع مليحه يعني ضعف الكميه. ايه وخرج خرجتنا هذه العلبه هذه اللي فيها واحد 14 حبه. في 3 حبات بيض هنا نديروا كاس تاع السكر، نص كاس تاع السكر عفوا، في 3 حبات بيض نديروا نص كاس تاع السكر. بالمغاغي نسيتها بالسمن، بصح القوام تاعها ماشي كيما ديريها بالزيت، شغل حنا والفنا التقليديه هذه يعني اقتصاديه في نفس الوقت. واقتصاديه في نفس الوقت. 3 حبات بيض يعني يعمروا لكم بورت مونجي اللي عندها وليداتها وكاع، باش ما ماشي شاك فوا تخمم واش تحط لهم على القهوه واش. والليمونه تاعنا دائما قلت لكم الطريقه اللي نسكرفجوا بها ما نوصلوش لا بارتي عفوا لا بارتي البيضاء. يلا هذه بالنسبه لحلوه الطابع، كنا درنا 3 بيضات. 3 بيضات، نص كاس تاع السكر، في 3 بيضات نديروا نص كاس تاع السكر، مغرفه تاع فانيلا ومبشور تاع ليمونه. هنايا حلوه الطابع تاعنا بكري كنا نديروها غير بالفويبر، بصح هنا عطيتكم طريقه كيفاش تجيكم خفيفه، ممكن ترفديها تحسي الميزان تاعها بزاف خفيف. هنا لازم لنا الباتور نديروها كي شغل راحين نديروا جيلات عفوا على الحس. في هذه الحاله نزيدوا نص كاس تاع الزيت، نضيفوا نص كاس تاع الزيت راني نكتب في الوصفه معاك، ونزيدوا نضربوها شويه. يلا نستقبلوا اتصال ام نوفل، مش نخليهمش يستناو ونكملوا. الو 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 الو، مساء النور. الو الو، مساء النور. الو حبيبتي، رجاء سمعيني من الهاتف ونقصي جهاز التلفاز ولا بعدي عليه كامل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راكم لاباس؟ والله الحمد لله. وانتيا؟ الحمد لله الحمد لله. شكون معايا منين؟ ام عبد الاله من شرشان. مرحبا بك ام عبد الاله وكامل ناس شرشان. يسلمك يا عيشة. يلا الناس شرشان معروفين بالحلويات، معروفين بالاطباق ديالهم كذلك التقليديه الجميله والرائعه. يلا قولي. الرشته المقروط. هذه بعض الاطباق اللي مشهورين بها. قولي لي كي تبيع الو شاف كي تبيع ام نوفل ولا شاف ديالنا في الحلويات الاطباق اللي مقدموها تبعهم. انا حابه العرايش. العرايش جبناهم سميه في ليله العيد. عندي فتاه تعاوديهم لهم. عاودوهم كانوا داخلين. ما كانش مشكل نعاودوهم. كانوا داخلين نعاودوهم. ما كانش مشكل نعاودوهم. يلا حبيتي العرايس. هذا ما كان. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. شكرا لك حبيبتي. شكرا. صحه ربي يعاونك. مع السلامه. شكرا. هنا سميه درنا
نص كاس، درنا نص كاس تاع سكر، نص كاس تاع الزيت، ونص كاس تاع مايزينا. خب نديرو زوج خميره معاها، نديرو زوج خميره كيميائيه. خميره كيميائيه دائما نديرو شويه تاع الفرينه باش نضيفوا الخميره الكيميائيه. خبي الكاس تاع المايزينا لما نضعفوا الكميه نزيدوا ثاني المايزينا ولا بيان سور؟ خبي لازم كل المكونات، كل المكونات نضعفوها. وهنا عندنا زوج اكياس خميره كيميائيه، ودائما الخميره الكيميائيه نفضل انني نجوزها في الصفايه. هنا نبدا نخدم بيدي، لازم نستعمل يدي. وهنا كاين سر كيفاش نجمعوا العجينه. العجينه ماشي غير العجينه، العجينه ماشي غير تماسك لنا نحبسوا الفرينه، كيما شغل كيما الغريبيه تحسي لها ولات لك عجينه بصح تقعد طريه لداخل. دونك لازم ما تقعد طريه، ما تولي يابسه باش تعطينا هذيك الطراوه والخفه وتشقق لنا حلو الطابع تاعنا. يلا هذه الحلوة تاع اني نكتب انا شغل راني اليوم تلميذة تاع ام نوفل. مليح تصبيها سمية. حلوة طبعا نحبها، انا نحب قهوة حليب صافيك من الاحسن طيبها في الدار. يلا نعاودوا للمشاهدين غير بتمسخي بتلحب هذا بيت نديروا تبصي الله الله تاع حلوة الطابع. هنايا المشاهدات يقولوا هنا خلاص الفرينة باسكو نخلوها طرية باش تطلع لنا، هو خطأ. هنا خطأ كما قلت لكم الوصفه تاع الغريبيه. هنا نبدا نزيد بكميات صغار تاع الفرينه باش ما تغلبنيش، وحتى نتحصل عجينه ما تلاصقش بصح نحسوا لها باللي راهي طريه في يدنا. يلا هنا كما قلنا درنا كميه صغيره، اللي يحب كميه كبيره كل هذه المكونات اللي ذكرتهم سيده ام نوفل يضاعف يضاعفهم. هنا درنا ثلاث بيضات صافيك، الا درتوا حبيتوا كميه اكثر راح تكونوا ست بيضات هكا. ست بيضات يديروا كاس تاع السكر، كاس تاع الزيت، كاس تاع مايزينا هكا، شغل يضاعف الماء كامل المكونات تضاعف. احنا هنا قلنا هذه الكميه راح تخرج لكم واحد 13 14 نحبه وانتم يعني والشكل اللي حبيته ربما. وهي قد ما يصغروا الشكل سميه عفوا، قد ما يصغروا الشكل تعطي لكم كميه اكثر. يلا كل السيدات اللي طلبوا منا هذه الحلويات الجافه اللي نحبوها ونحبوها دائما تكون حاضره في البيت يعني. درت لهم تكافؤ ثاني حلو، درت لكم حلوه باللوز ودرت لكم ان جاتو ساك. الانسان اللي تساعده باش يدير باللوز ولا الكاوكاو يدير، واللي يحب لي جاتو ساك اللي ما فيهم والو راهم حاضرين. يلا القوام تاع العجينه كنتوا تشوفوا فيه مع زينب في لي ديتاي. هو قوام شويه برك سميه، كميه قليله برك هكذا خلاص هذيك وخلاص. يلا عفوا والفت نخدم في حاجه كبيره جفنها ولا انا نقول لك لا ما والفتش طبسي صغير صح معليش على جال كميات صغار لازم نديرو. احنا العجينه تاعنا معليش نقي برك يدي يدك يا ما تقولي لهم العجينه. يلا كاين اتصالات؟ كاين اتصال ناخذه ايمان؟ يلا راح تبعث لنا اتصال نشوفوه مع بعضنا. الو 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 مساء النور. مساء النور وش رايك؟ الو الو وي نعم مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي مرحبا. لا راكي تسمعي فيا من التلفاز، خلي التلفاز راح يسمعني التليفون. عيد في هذه الجمله كل يوم نكررها. مرحبا حبيبتي. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام مرحبا. راكي مليحه سمية لاباس؟ والله الحمد لله حبيبتي في نعمه. الحمد لله نشكركم على هذه الحصه. لا شكرا على واجب. يلا كنت ما حبيتي وصفه طبق
للاسف انقطع الاتصال، وهذا الشيء اللي دائما نذكر ونعاود نقولوا انه ما تقعدوش قدام جهاز التلفاز وتسمعوا رواحكم، عاودوا روح تحبوا اللي يحب يعاود يسمع روحه يسمع روحه في اللايف، وهذا العفسه كامل عندنا بعدوا على التلفاز وسمعوا من الهاتف. تحيه كبيره 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 لكل رجال الدرك الوطني في مديه اللي نشكرهم، رجال الامن كذلك، وكل الرجال الساهرين على سلامه وامن هذا البلد. يلا نعاودوا نرجعوا للغريبيه. حلو الطابع سمية، حلو الطابع خال غريب، حلو الطابع دارت فيك حالة الغريبية، دارت فيا حالة الغريبية. باسكو قولوا لي على دارت فيا حالة، ما كليتش حبة من اللي دارتها، وانا نحب الغريبية حبة ما صحت لهاش سمية. واش خايف حتى الحانوت باش نشريها لك؟ ما كاينش الله غالب. عندنا لهنايا العجينة تاعنا هايليك، ما تجي يابسة، هايليك طرية بصح ماشي يابسة وما تلاصقش او مانتا. نوريكم الكيفيه السهله، العمليه السهله. انا دائما نحب نستعمل كيس بلاستيكي، كيس تاع خبز ولا ماشي لازم ماشي لازم ترونسبارون. كيس يكون نظيف، ندير العجينه تاعي باش ما نديرش الفرينه وما نفوصيش لي ميزور ديالي، ونزيد ندير الكيس هذاك من الفوق نضغط عليه ونحل العجينه ديالي. دائما كما قلنا نستعملوه من الوسط للفوق من الوسط للتحت. العجينه ما لازمش تكون رقيقه وما لازمش تكون خشينه. يلا كما قلنا هذه حلوه الطابع، كميه قليله، راح نعاود لكم كل المقادير تاعها ولا كل واش كان فيها. انا خيرت هاد الطوابع بيان سور طابع اختياري، كل واحد واش يحب يخير. كاين اللي يحب، انا نحب لي بتي كور هادو، نحب هاد الزهرات الصغار، وكل واحد واش يحب يخير. هنا قبل ما نبدا نطبع ندير دائما المول تاعي في الفرينه، نطبع ونجيب الحبه. فوالا الحبه تاعي لازم تجيني مسقمه، ولا الحبه تاعي جاتني مخسره نعرف باللي العجينه تاعي راهي مخصوصه فرينه. يعني هذا السر من الاسرار باش تعرفوا الا الحلوه راهي ناجحه ولا لا. هنايا عندي صفار بيضاء، ندير له كميه قليله تاع الزيت. يلا نعطيك الزيت. عندك الزيت؟ على كمية قليلة تاع الزيت. هكذا كمية قليلة قطيرة هكذا يكفي. علاش نديرو الزيت؟ نديرو الزيت، كاين بزاف اللي يديروا الحليب وكاع. حنا دوك بعد شوفي الحلو الطابع تاعنا مشقة، بصح هذاك الصفار ما جاش طبقة وحدها، ما تنحاش وحدها. صح دي فوا كي نروحو نشوفو لي كواسون لي بتي بان تلقاي طبقة تقنية. صح في القشرة شغل. الوغ الحليب يدير لها طبقة، حنا بهاد راهي مثبتة فوق العجينة ومن تو لا دوغور تاعها راهي شابة. خبز هذا مكان، وباش نحو نستعملو الصفار فقط الرائحة تاع البيض نديرو شوية تاع لافاني. خبز هذا مكان نستعملو صفار البيض. صفار البيض برك هذا مكان. سمية من فضلك دهنيهم لي من فوق. هكا برك من فوق. من فوق برك. يلا هذه حلوة الطابع، كمية كما قلنا قليلة، كان فيها ثلاث حبات تاع بيض، كان فيها نص كاس تاع سكر، كان فيها نص كاس تاع زيت، كان فيها مغرف تاع لافاني، كان فيها كيس خميرة كيميائية. اثنين زوج اكياس خميرة كيميائية او خميرة الحلويات. زيدي ضفنا مغرف فانيل تاع لافاني قلناها عفوا، هذا ما كان ولمينا بالفعل، ونص كاس تاع المايزينا ولا ما قلناها كما قلت المايزينا، نص كاس تاع المايزينا ولمينا بالفارينة. وانا وريت لكم الطريقه كيفاش تطموا العجينه. يلا خلينا نستقبل هذا الاتصال. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الخير، لاباس؟ والله الحمد لله، وانتيا؟ صح العباد، دعوة هانية الحمد لله يا ربي. الحمد لله، جزاكم ألف خير. ربي يخليك، شكرا لك. ربي يعطيكم ما تتمناو. انا متابعه، مين داك نشوفكم مين داك ما نشوفكمش. علاش ما تشوفيناش؟ مين داك؟ وين تكوني؟ تخرجي؟ يلا بصح تعاودي تشوفي في البث المباشر، تعاودي تراجعي ان شاء الله. عجبتني البقلاوه. بقلاوه رائعه. ايه بقلاوه فور هايله. صح رائعه. وطرونيه هذوك حلوه الطابع، حنا نقولوا عليها طرونيه. طرونيه وي، كاين اللي يقول لها طرونيه، كاين اللي يقول انا منديه، انا منديه قصب بخاري. الله يبارك. ايه
وانا نزيد لها حليب لحظه. زيدي لها حليب لحظه. كاين بزاف اللي يديروها لحظه. يلا تفضلي ام نوفل الحليب لحظه. لحظه ايه زيدوها كاين يزيدوها الحليب لحظه. انا نقول لك نقول لك حاجه انا قاطويا كاع عندي فيه حليب لحظه. وعلاش؟ علاش؟ ايه نحسوا كي ندير فيه حليب لحظه نحس اختلاف كبير بين يزيد طراوه يزيد خفيه يزيد حوايج مليحه. هي يزيد طراوه طبعا بصح ماشي كي الحلويات الاخرى. وخفيه في الاكل تجيك الحبه تجيك خفيفه تنسم تكمليها. معليش اختي نصحح لك برك العباره صح اللحظه مليحه في في لي بات لوفي في العجائن المخمره. صح اللحظه مليحه وفي حلوى الطابع جربته انا درت لحلوى اللحظه بصح عفوا حليب اللحظه بصح حليب البودره بصح بودره ايه بودره بصح يمد لها تولي سبونجوز لداخل. حنا حلوى الطابع تاعنا لا لا قرناشة. انا ما نديرش عندي كونتيتي صغيره زعما ما نديرش براكيت ما عدا لي صابلين ندير فيهم اختي ندير فيهم كيس عبيره كالسكر كلاس مع المايزينا. اي جي فور هاي اختي بصح كي انا ندو منك شي حوايج فور هاي يلا هي العجائن مؤخرا مخمره عفوا ننصحك انك ديري لها بودره اللحظه باسكو تمد لها قوام رائع قوام وتاعت الخمور ثاني هاي المخمره العجائن المخمره المطلوع نديروا له اللحظه مطلوع انا ندلو في اللحظه ندلو اللحظه ويجي رائع. انت كي شاطره عطينا لادريس والتليفون. لا لا كما نقول لك صراحه نعرف شي حوايج نعرف الله يبارك لا كي في البيت شو حد ديري اختي صح معليش لكن اتصالات بيناتكم عندي شي حوايج نقولهم لكم نورمال عادي. بارك الله فيك. شكرا لك. يلا انت ما تطلبي والو من عند ام نوفل؟ نتفرج مين ذاك نتفرج ايه قلت لك مانيش قاعده بزاف. معليش حبيبتي ربي يقدرك يكون معاك ان شاء الله. ان شاء الله ربي يجازيكم الف خير ان شاء الله وادعوا لي محتاجه من عندكم دعوه لشاب جديد ادعي لي بالشفاء ان شاء الله. يا رب شوفي ربي يشافيك ويشافي جميع المرضى يا رب ان شاء الله. وعندي امنيه ثانيه ان شاء الله تتحقق لي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يحقق لك كل اماني. ان شاء الله ربي يجازيكم الف خير ان شاء الله متونسين بكم ونشوفوا والحمد لله. الحمد لله الحمد لله شكرا لك حبيبتي شكرا عليك. اي في امان الله. يلا صح مع السلامه ربي معكم. شكرا صح يلا اتصالها جميل وخفيف وكله حيويه. حنا تزيين حبيتي ديري لها السكر فقط صل هذا ما كنديروها تقليديه تاع زمان تقليديه اقتصاديه فيها كل تاع بكري كاين اللي يديروا هذوك اللي عندهم داري يديروا هذوك الالوان الشوكولا هذيك بالالوان. انا نفضلها بالسكر وكل واحد يدير التزيين يقعد اختياري. دائما نقول لكم كل واحد كيفاش يحب يزين الحلويات تاعو. يلا كان هو هذا هو التزيين تاع ام نوفل اللي فضلته. انا نروح معكم فاصل او اول فاصل اشاري بعدها راح نعاود نولي لكم نعاود لكم المقادير عفوا وروحوا مباشره لتشارك العريان. يلا بعد هذا الفاصل هادي انا وهادي تاني انا وفي زوت رانا حاضرين باش نتنافسوا ونبينوا احسن الاختيار. هيا نبداو نفس الوصفه نفس المكونات نفس التحضيرات الفرق راهو هنايا والنتيجه راهي باينه. ايا هاكي يلا مشاهدينا عاودنا ولينا بعد هذا الفاصل القصير. دائما متواصلين معكم في برنامج الو شيف بالوصفات. كنا درنا حلوة الطابع للناس اللي ما لحقوش ولا الناس اللي هذو اللي لحقوا بينا. كانت المقادير تاعها سهله وبسيطه اللي تقدر دير يعني حبيبات اللي تقهوى بهم كما نقولوا كميه قليله اللي حبت كميه كبيره ضعف المكونات اللي كنا اذكرناهم اللي راح نعاود نذكرهم لكم اليوم عباش شويه يتلصق لي. يلا كانوا عندنا ثلاث بيضات صحي لي ام نوفل الغرس. كانوا عندنا ثلاث حبات تاع بيض. كان عندنا نص كاس تاع زيت
ونص كاس تاع سكر. خلطنا كل هذه المكونات حتى تحصلنا على خلطوا البيض مع السكر ندربوهم شغل جينواز، ومن بعد باش نضيفوا الزيت. خبز، ومن بعد نزيدوا نص كاس تاع مايزينا، ونزيدوا مغرف تاع لافاني، ونديروا نص كاس تاع مايزينا عفوا قلتها، ونديروا زوج خميره، زوج خميره كيميائيه مع شويه فرينه، نخلطوها بيان حتى تولي لنا عجينه متماسكه كما شفتوها. ونبداو مبشور الليمون، عفوا مبشور الليمون، اللي يحب يزيد ثاني البرتقال ثاني ما كاش مانع. ودوكا نروحوا للشارك العريان. الشارك العريان انا درت لكم هنا بالكيلة. اسمحي لي فقط نقطعك، نقطع لك كلامك. قولي درنا لها عفوا البيض من الفوق، درت لنا سمية صفار البيض من الفوق، ودرنا في قطعة الزيت للحفاظ على كما قالت السيدة ام نوفل باش ما يتقشرش، ودرنا السكر التزيين تاعو. قولي لي فقط شحال يقعد في الفور، شحال درجة الحرارة؟ بزاف، هي سوغ 170، هي تحب الفوق قوي شويه. ومن بعد كي نشوفوها انفعلت فيها الخميره نقصوها باش تحمر برك. هذا ما كان. يلا نستقبلوا اتصال ونروحوا الى مقادير ولا وصفه شارك العريان. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا سميه، وتراكي؟ الحمد لله حبيبتي، مرحبا بك. كان قدام جهاز التلفاز. يلا معليش، تحياتنا ليها، ان شاء الله يكون كل المشاهدات ولا كل المتصلات يبعدوا على جهاز التلفاز باش ما تقطع لكمش المكالمه. يلا نروحوا شارك العريان. هاكي مع العريش سميه. العريش مغربيه يعني نتفحم. انا عندنا هنا 3 كيلات تاع فرينه، هنا كيلنا كل واحد باش يحب يكيل. وعندنا هنايا مغرف تاع لافاني، وعندنا نص ملعقه تاع خميره كيميائيه، باسكو هنايا عندنا احنا في الكيلو تاع الفرينه نديرو كيس كومبلي تاع خميره كيميائيه، بصح هنا عندنا تقريبا واحد رطل تاع فرينه نديرو نص تاع خميره كيميائيه، نص كيس. هنا عندنا النواشف كامل، عفوا واش نعطيك الملح، الملح من فضلك، هاني نسيتو في حلو الطابع، الملح دايما عندي مشكل مع الملح. لازم نولي نحطها هيك، انا غير الدخين نحطها. من فضلكم عندي مشكل مع الملح، دايما قرصه تاع الملح غير صغيره بزاف. على بالكم باللي الملح في الحاجه الحلوه يتمتم يتفاعل يبان لنا بزاف. هنايا عندنا هنا كاع النواشف، ونزيدوا مغرف كبيره تاع النشا. يلا المايزينا دايما حاضر. عندنا 3 كيلات تاع فرينه، مغرف كبيره تاع النشا، نص كيس نصف كيس خميره كيميائيه، وعندنا مغرف تاع فانيلا. هادو كان نواشف نخلطوهم مع بعضهم. بعد نديروا النصف انا دائما نقول لكم اللي احنا اللي عندها ميكرووند يعني دير المارغارين تاعها في تدفى شويه تطلق روحها، ماشي تدفى يعني تدوب. احنا نديروا درنا هنا 3 كيلات، نديروا الكيله تاع مارغارين ماشي دائبه، انا ما ندوبش المارغارين يعني. دوك نوري لهم القوام تاع اللي تقول لك ما ندوبش، ما نعرفش كيفاش ندير الكيله. دوك نوري لكم القوام تاع العجينه كيفاش يكون باش تحبسوا، واش من المرحله تحبسوا فيها المارغارين تاعكم يعني. ممكن تقولي الكيلة راهي ناقصة ولا زايدة، هنا دوك نعطيك كيفية كيفاش تحصلي على عجينة وتحبسي فيها ما تزيديش المارغارين ديالك. كي تكون الكتلة جامدة وندوبوها يعني ماهيش راح تغير الكتلة، ميم كي تدوب تقعد هي هي، تقعد معمرة يعني. برك كاين اللي يخافوا بزاف، المبتدئات اللي يخافوا، هنا بهالطريقة راكم حين تتحصلوا على عجينة وهي غير بليدان برك. هنا في هذه المرحلة هو خصنا ليدام، واش نديرو؟ كيفاش عرفنا بلي خصنا ليدام؟ قلت لكم تحصلوا على عجينة وهي مش مخا غير بليدام، لازم تحصلوا على عجينة. أنا دايما كن المتربصات نقول لهم مسوا، دايما كي ندير نبسس هكذا قدامهم الفرينة، دايما نعطيهم يديروا التوشي بيدهم، نقول لهم مسوا باش تعرفوا. دي فوا الفرينه تجيك ماشي مليحه، دي فوا هي تشرب، دي فوا ما تشربش، بصح كي تمسي بيدك يدك ما تخدعكش، ماشي كيما الميزان. يا
يلا هذا كما قلنا تشارك العريان اللي كذلك طلبته يكون حاضر. يعني قريب تقريبا تحصل على هي فيها كيلة تاع ليدان. درنا 3 كيلة تاع فرينة، درنا معاها نص كيس خميرة كيميائية أو خميرة الحلويات، ودرنا معاها مغرف تاع مايزينا. هكذا مغرف تاع مايزينا ومغرف تاع لافاني، مغرف تاع لافاني وقريصة ملح. قرصة ملح هنايا درنا، علاش درنا نص كيس خميره كيميائيه؟ هنا عندنا واحد الرطل تاع فارينه ماشي كيلو. في الكيلو تاع الفارينه لازم نديرو كيس كامل. يلا نستقبل اتصال. الو 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 سلام، مساء الخير. مساء النور، واش راكم؟ لاباس؟ والله الحمد لله. وانت واش راكي؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله. شكون معايا؟ معك اسماء من تبسة. مرحبا بك اسماء، وكيف من تبسة؟ يعيشك ربي، هنيك يعيش ربي يحفظك اسماء. يلا قولي لي اسماء، كش ما حبيتي وصفه حلويات؟ والله ما شاء الله تبارك الله، يعني على حوايجكم وعلى كنتي سميه ربي يبارك. ربي يحفظك تعيشي. شكرا. وش صراحة الشيف ام نوفل، الشيف ام نوفل والشيف ناديه والشيف هشام، كل لاباس عليه والله. الحمد لله تعيشك. الحمد لله يا ربي، ربي يوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله حبيبتي. يلا خليك مع ام نوفل، كش ما تطلبي ولا عندك استفسار على؟ والله يا ربي يبارك، موفين ومكفين يعني ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. حبيت اقدم تحياتي الكامل الناس تبسه وخصوص لفاني. تحيتنا ليهم، ان شاء الله يكونوا كامل في الاستماع. عندنا بزاف اوفياء من ولايه تبسه. ان شاء الله. شكرا لك اسماء، شكرا على اتصالك. سلمي على عفوا العفو، سلمي على الشيف نادي وشيف هشام. ان شاء الله يا رب. ام نوفل؟ لا لا المهم ام نوفل. الله يسلمك يسلمك. ربي يحفظك. شكرا شكرا سمية، سلام. يلا مع السلامه حبيبتي. شكرا. يلا هي يعني هدرت مع ام نوفل صافي كي تسلم على ليكيب الاخرين، وانا نحب هذاك معليش ما ملي ما يسلموش علينا عادي سمية. لا لا هنا باش نقدموا واش عندي للناس اللي ما يعرفوش كامل يستفادوا. والله غير الحمد لله الخطره اللي فاتت جاتني وحده حتى المحل مقصر البخاري، يعني كي نقول لك الدموع جوني في عينيا. مقصر وشكون جابها؟ جابها ابوها، يعني الطفله 16 سنه جابها باباها. يعني قلت لها شوفي عجبني الموقف وعجبني الاب، دور الاب صح. يعني جابها حتى 16 سنه ما هي بارد، جابها حتى لعندي باش تتعلم، باش دوموندي كيفاش باش دير باش تتعلم. يعني حاجه فريمون بارك الله فيهم، يعني هاد الاوفياء. ومام الثاني اللي ما ان شاء الله اللي ما يحبش هاد الحرفه ان شاء الله حنا نحببوهم فيها. صح اكيد. راني يعني نبسط لكم الامور كامل باش تولوا. هذا واش راهم يقولوا ام نوفل في التعليقات؟ يقولوا انه ام نوفل ولا شاف شكون راهم يقدموا لنا لي ديتاي ويفهمونا ويسيو يلحقوا لنا الفكره، خاصه الحلويات. يعني الشيء اللي دائما نهيبوه الطياب، ربما ديري بصلو وتقليه وكذا، كيما جات تجي وكيما جا يطيب. لكن الحلويات عندنا شغل، خاصه احنا صغار ربما عندنا هذيك الرهبه تاع ندخلوا نديروا حلوى ولا تجينا بيزا انه نطيب الحلوى. ام نوفل يعني راهي وضحت لنا وعطاتنا كل التفاصيل. نعرف ان شاء الله نكونوا في ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله. هذا ما كان سميه هنا قلت لهم نتحصلوا على عجينه ليدان، هذه هي العجينه تاع ليدان هذه. بصح هنا عجينه لو كنت مسيه تصيبيها حرشه معناتها ماهيش صالحه باش نفورمي ندير بها تشارك ولا ندير بها حاجه واحده اخرى. هنا واش نديروا؟ نديروا الماء مع المزهر، وقبل ما نديروا الماء مع المزهر نديروا نص صفار بيضه. هنا عندي صفار كومبلي، صفار نديرو في كيلو تاع فرينه. هنا راني حنقسم نصف الصفار. يلا نصف الصفار فقط. كاين بزاف اللي يديروا البيضه كومبلي، كل واحد وطريقه العمل تاعو. بصح انا نفضل ندير صفار، وجربوها تعطيكم نتيجه احسن. ومن بعد سميه ذوق لهم حبه وقولي لهم المشاهدين. دوني ولا يقولوا لي يقولوا لي غير هي راهي الذوق. هنايا هنا العجينه تاعنا دوك نشمخها لكم، بصح ما نخدموش بها. انا عندي عجينه واجده ودائما نقول لكم العجائن كي نديروهم نروحوا للمزهر بالعقل ونخلوهم يريحوا صافي. على هذه جبت انا عجينه واجده
باش تكون لي سهله في الخدمه. شحال يريح وحدك ام نوفل؟ واحد نص ساعه دائما نقول لهم العادي مينيموم نص ساعه باش الجلوتين تاعها يتكسل وما تعذبكش في الخدمه، تجيك الخدمه شابه ومريحه. هنا بزاف اللي يقول لك هنا في هذه المرحله نحبس راهي ولات عجينه، لا مازال العجينه نحس لها حرشه في يدي. لازم نحس العجينه شغل حاط بياض، بدات تبياض، ونروح دائما للمزهر نروح لهم غير بالعقل، ما نتقلقوش للماء مع المزهر، ودائما ما نعجنش نلم نطمبرك هاو كيفاش راني ندخل في المزهر بلا ما نعجن. يلا نجمعوا كل المكونات. هنا نحس كي تشوفي سميه بلي العجينه صح بدات تبيض لنا وفيها خطوط بيضاء، نحسوا بلي الماء دخلها هنايا يعني. بصح ماهيش مريحه. بصح ماهيش ريحه. دوك تشوفوا العجينه اللي راهي ريحه راهي بشكل واحد اخر. يلا احنا كلش راه واجد عندنا، فقط نوريكم الطريقه ولا توريكم سيده ام نوفل الطريقه. هذه بالنسبه الى تشارك العريان، كان دار 3 كيلات تاع فرينه بكيله تاع سمن، ولا قالت لكم المارغرين لازم حتى نشوفوا باللي هذه العجينه تشمخت ولا قدر. عجينه مغرف تاع لافاني ولميناهم كامل بالماء والمازال كما راكم تشوفوا في الطريقه. نستقبل هذا الاتصال. الو 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 مساء الخير سميه، شكرا لك حبيبتي. مساء النور. شكون؟ معك غنية من الصيف. غنية من الصيف، مرحبا بك غنية وكامل ناس الصيف. عايشك مرحبا بك. كاش ثلج؟ وشوية ما كاش بزاف. يلا ربي إن شاء الله يطرح خير ويا رب وربي يقدركم إن شاء الله. آمين يا ربي. وش رايك الأخت لاباس؟ والله الحمد لله حبيبتي. وش رايك أم نوفل لاباس؟ والله الحمد لله. وأنت الأخت سؤال عليك؟ والله غدا لاباس الحمد لله. الحمد لله. راكم في القمة ما شاء الله. الله يسلمك، معجبينكم الوصفات؟ والله الله يبارك، راكم في القمة. الله يسلمك، بارك الله فيك. كاش ما حبيتي حلويات ولا وصفة ولا استفسار؟ والله غير راكم كفين موفين. الحمد لله الحمد لله. يلا هذا ما تطلبي؟ هذا ما نطلب الأصل. شكرا لك حبيبتي، شكرا على اتصالك وسلمينا كامل على ناس الطيف. عايشك عايشك الأخت. يلا مع السلامة، شكرا. صح. هنا سميه درت 3 كيلات تاع لوز ودرت كيله ناقصه تاع السكر. تخبي يلا اللوز كيما كيما دائما نحمصوه ما نحمصوش. لا لا ما نحمصوش، احنا ماذا بينا اللوز تاعنا يقعد بيض نخلطوه هكذا شويه. يلا هنا اللوز نشروه بدون قشور هكذا. بدون قشور اه، وكاين اللي يفضل يديروه بالقشره. تخبي نرحيه حتى يولي طعام خشن. شغل طعام رقيق. رقيق طعام رقيق. يلا طعم رقيق درنا معاه كيلا 3 كيلا درتي تاع اللوز. كيلا تاع اللوز وكيلا تاع السكر ناقصه شويه. تخي بيان. لموه دائما بالماء والمزهر. ونروح بالعقل برك باش ما يجينيش بزاف. لازم تجيني عجينه متماسكه. ودائما نقول لكم باللي هاد لي فارس دائما نشمخوهم ونخلوهم يريحوا كيما تريح العجينه. حنا قد ما تريح عندنا لا فارس تعطينا نتيجه احسن، تجينا معسله. وتقعد لنا طريه، ما يطيب لنا لاباط تاع تشارك العريان ولا لافاخ تاعنا تقعد طريه. فوالا هنا، حنا حتى يتشمخ اللوز تاعنا ويولي لنا باط كيما راهو. هنا في هذه المرحلة نزيد كمية صغيرة عفوا، كمية صغيرة تاع ال يلا قولي لي أناناس كيف ذكراهم. بدلي شوية على راس هكذا. حنا عمرنا ما نديروا المادة الدهنية مع الأول، حنا حتى نتحصلوا على حشو متماسك باش نزيدوا السمن ولا المارغرين، كل واحد يشحن. هذا واش يعطيه؟ يعطيه طراوة. يعطيه طراوة، إيه، وكان ديروا كثر يعني كمية كبيرة راهو يولي لكم اللون تاعو أصفر، تسمى يطيب الداخل، معناتها لازم شوية برك غير باش يقعد لكم طري. ونخلوه دائما يلا نفس الطريقة بالنسبة للكوكاو الناس اللي تفضل كيف كيف الكوكاو. نفس الطريقة، يعني قلت لهم الحشو تاع الكوكاو رانا خدمناه وقلت لكم باللي نفس الطريقة لازم يريح. والكوكاو بيان سور نخلطوا له أنواع كوكو. هذا مكان هاي الحشو تاعنا كيفاش يجي طري ودوك قد ما يقعد يزيد يشرب. خب هاو احنا عندنا راهو حاضر جبتيه ام نوفل. اه حاضر كان مريح كي هو كي العجينة. شوية طلي لنا برك على الحلو الطابع. يلا هاي الله الله راهي طوب ما شاء الله نومه مو خلاص. هزت لها شويه حموريه من الفوق نخلوها ولا نحوها؟ تحبي نحيها؟ نحوها، هات خل بطل يصوروها لنا. ما
ولا نحبها شويه حمراء سميه نزيد الحمراء لا لا خليها هي مليحه نزيد شويه هذا الحمار هي مليحه مليحه نحيها يلا نحي بالوسمو لانه سخونه شويه عطيني نفذها لك سميه سخونه كيفاش انا انا الحرق وانت ما تنحرقيش قاعد انا ولفت يدي ولفت سخانه سميه صدقيني يلا على المباشر حمارتها على حمار الله الله هذه مبيوعه غير ما كان لا تبداو بعناها حسبي شحال كاين من الحبه واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 الحبة الله يبارك سمي أنا صغيرة الحجم الصغير اللي كنت درته ما درتلوش ما درتلوش أنا ما درتلوش البيض بصح شوفوا بالبيض ثاني يجي يعني رائع أنا دخلته ديريكت في السكر الحجم الكبير دفع البيض انا نفضلها بالبيض فوالا كل واحد كيفاش يحب شوفوا التقوقات يعني تاعها ها كيفاش طيب وشوفي الخفه تاعها كي تمسيها الخفه تاعها كيفاش خفيفه جيبوا لي ساكي يلا نعاودوا نرجعوا للتشارك العريان هنا سميه العجينه تاعنا كي تريح شوفوا كيفاش تولي تولي العجينه تاعنا ملساء هذيك ممكن نخدم فيها ما فيهاش كاع تشققات فوالا حنا هنا راح نكتفي وعلي نديرو زوج حبات برك باش نوري لهم كيفاش نصنعوا قلنا اقل شيء اقل شيء تريح نص ساعه وكل ما خليناها تريح راح تساعدنا في العمل في العمل نفس الشيء بالنسبه للحشو تاعها اللي سيده امنو فضلت انها يكون باللوز وكل واحد كما قلنا ما قدروش تول الطريقه تاع الكوكو نخلطوا الكوكو مع الوات كوكو نكيلو باش نرحيو الكوكو مع الوات كوكو باش يقعد نفس ايه هذه لا فخس هذيك لازم تدوها قاعده هنا وزننا 35 غرام في العجينه ولا فخس نوزنوا 15 غرام باش تجي يجي لداخل ومن بعد تحسي لها سميه باللي ماشي العجينه بزاف على العجينه بزاف تحسي يعني قيس اللوز قيس العجينه يعني كي تاكليها تستبني والناس اللي ما عندهمش الميزان دائما عينهم هي ميزان هي ميزانهم هذه هي نسحقون الجزاره ونسحقون عاونوا روحنا بالمايزينا فوالا ما نديروش فارينه مايزينا ما نديروش فارينه نو مايزينا خاطر الفارينه تخسر لك تخسر لك المقادير تاعك هنا واش نديرو نديرو كشغل حبه فرماج هايليك هنا كنا بكري يلا دير طيب فقط فاروق كنا نحلو العجينه بكري بصح هذيك الطريقه تعذبنا شغل لاباس تاعنا يلا شوف انا نفضل نطلب من حسام ولا فاروق يجي ياخذ الديتاي هكذا باش نقدروا نشوفوا الطريقه تاع التشكيل تاعو لانه هو ربما الشيء الصعيب خليني مع ساره ناخذ حبه هكذا باش يشوفوا الشكل تاعها و يلا نجي هذا نختار يلا هذا الشكل تاع الحبه انا قسميها سميه قسميها على المباشر باش يشوفوا الحشو انا قسمتها كيفاش طايبه يعني طايبه مليح وطريجه طريجه طريجه شوف يلا دوك نوريو لهم الشكل حنا نبدا بصحتك سميه مثل المكتشف طريه وجايه ما فيهاش بزاف العجين منين داك ناكلو تشارك ولا ناكلو اخر بكري نتقى... نديرو خشين صح هنا واش نديرو هنا نديرو فرماجه شوفوا هذيك لهم الطريقه المبتدئات فرماجه واش نديرو هنا نشد الرولو تاعي ندير هاك ندير هاك وندير هاك ونطول هنا الطرف السفلي فوالا ندير بهذه الطريقه هنا نمد الطول هنا راني نمد في الطول تاع التشاركه ديالي وهنا نطول ما نخافش ونحل لاباط تاعي الشارك تاعي لازم يجي فيتي وهنا نطراسي نسقمو الشكل تاعها نعطي لها لابوينت تاعها بهذا نجي للوز ديالي نحلو لازم اللوز يوصل لي حتى الاطراف بصح هنا نخلي شويه فارغ ونجي لهنا نلصق مليح العجينه مع اللوز نضغط مليح ما نخافش فوالا انا كي نوصل لهذه المرحله اللي ما لازمش نزير باش نحافظ على الشكل هذاك فوالا هذيك التشاركه تاعنا سهله مهله الطريقه وشوفوا الشكل ما نحي لها لي شوت نحي لي شوت حاجه غير خفيفه هذيك وما نربوهمش هذو نديرو ديما ساشي نديرو من داخل نقدروا نعاودو نستعملوهم فوالا
دائما نمد الطول تاع الشراكه تاعي. نجي لهنا نحبك. ولا شفتوا العجينه توصلكم شويه رشه خفيفه تاع مايزينا. نجي هنا ندير لابوينت تاعي بالجراره. نجي للوز. هنا ماشي عمليه دقيقه يعني لازم تكون لك طويله ما تاخذيش كامل هاد الامور بعين الاعتبار. هنا لازم تكون عندي هنا الطول باش نخبي اللوز ديالي باش ما يتحرقش. اللوز دائما هنا في الاطراف دائما نخبيه خاطر اول حاجه تتحرق في الفور هي اللوز. ونقعد نخدم فيه هكذا راني نزيد له في الطول. كي نوصل لهاد المرحله تاع لابوينت ما نخلطش فيه بزاف باش يجيني الشكل هذا. هاي الشركه تاعي حاضره هنا في هذه المرحله. رانا وجدنا حنايا حبيبه بيض. يلا نديروا الصفار ولا نديروا البيض؟ نديروها كامل. نديروا حبه البيض كامله. هذه هي الطريقه تاع كيفاش وريتكم انا هذيك الحبه كليتها ما كليتهاش وحدي. كليتها كلمناها حسام اللي راهو يشوف معايا في الكاميرا. زينب زينب شاي حسام هايلا دير بالكاميرا هكذا هايلا. يلا حسام راه يقول لي هايلا قعدت البنة برك يفهم. هنا نجو لهذه العمليه مباشره هنا هنا معليش المشاهدات. هنا في هذه المرحله رانا في فتره الشتاء الحال بارد بصح دائما الناس اللي تخدم عادت البنة برك يفهم. هنا نجو لهذه العمليه مباشره هنا هنا معليش المشاهدات. هنا في هذه المرحله رانا في فتره الشتاء الحال بارد بصح دائما الناس اللي تخدم الحلوى مبتدئات سورتو عندهم مشكل في الفتره الصيفيه. العجينه تهبلك تحسوا فيها ليدان بزاف دونك تنتلق وتقعد تتعوج في يدك. انا واش نوصل مبتدئات كي تخدموا تشارك ماشي تمتم نروح ندير هذه العمليه. نديرو في بلاطو نديرو داخل فريجيدار ولا داخل فريغو واحد 5 مينوت قسم يشد روحو. كي يشد روحو تلعبي بالحبه كيما تحبي. هذه خاصه في الصيف خاصه في الصيف. دوكا هاني خدمتها قدامهم راهي شايده روحها. ومن بعد كي تنحيه من الفريجيدار يكون شايد روحو راني نهضر مع المبتدئات يعني اللي يجيهم واعر باش تشدها في يدها وتقعد تدهن فيها. ولا كذلك النساء اللي نديرو ماكيتات في البيت وحبوا يديروا مشروع تاع فوالا ونديرها ديريكت اللوز ديالي. اللوز ايفيلي ولا اللوز مدشش ولا كاوكاو مدشش كل واحد واش يحب اش يحب يديرها. فوالا ونحط الحبه تاعي هكذا راهي جاهزه. يلا على المباشر شفتوا الطريقه. نزيدوا ندهنوا الحبه الثانيه يعني كفايه سمية انا ما وصلنا لهم اكيد وصلنا المعلومه فقط نعطيهم شحال يطيب نعاودوا لهم الوصفه شحال كان فيها. فوالا ونرفدها هكذا هايلي وهي الحبه تاعنا جاهزه. يلا شتوها على المباشر كيفاش دارتها. نعاودو نقولو نسقسيك سيده ام لوفل شحال وقعت في الفور من دقيقه شحال درجه الفور؟ هي وقعت حتى نص ساعه. اسكو نخلوها هكذا يريح ولا ندخلوه مباشره؟ لا لا مباشره ندخليه الفور ما نلصقوش مع بعضهم باسكو فيه خميره يتنفخ شويه. وانا درتو بكري كنا نديرو خشين كانت تجي لاباط اكثر من اكثر من الحشو. انا نفضل هاد الطريقه يجي رقيق شغل ما تقهمكش الحبات تكمليها وتزيدي تحبي تزيدي حبات اخرى صح. دونك لازم يكون شويه بعيد على بعضه. بابي كويسون توجور راهي عندنا سنيوه او بيبي على بها ما درناش في سنيوه. والطياب تاعو انا نحب طياب حمر ما نحبش هو فيه كفايه من تاع ليدام. دونك ميم يتحمر ما تخافيش يبس. لاباط تاعو تجي رائعه. يدي لك حتى نص ساعه نشعل له من الفوق ومن التحت. كي نشوفوا باللي دات تحميره لي لازم من تحتها طاب اصلا تشارك كيفاش تفيقي له. لو كان يكون مازال خضر تقدريش تبوجيه من بلاصتو بصح كي يكون خلاص طاب من الفوق ومن التحت ترفديها الحبه ترفدي الحبه عادي. هنا نعطيتكم ان غوبر كيفاش التشارك تاعكم كيفاش تعرفوا باللي خلاص كي تقدري ترفديها من سنيوه سي بون خلاص يسمى الحبه تاعنا نقدروا نطفوا لها الفور. والاحمرار كل واحد انا نحب كاطو احمر نحب شغل باش تخرجي النكهه تاع اللوز لازم يكون محمر مليح. وكاين بيان سور اللي يحب تحمر غير خفيفه هكذا. وهذه الدوخ هذا يولي للمشاهده كل وحده كيفاش تحب. خبيان يلا نعاود لهم واش كان فيه. تشارك العريان عندنا فيه 3 كيلة تاع الفارينه كيلة تاع ليدان مغرف تاع مايزينا
مغرف كبيره تاع مايزينا بيان سو، كي تكون الكميه صغيره، كي تكون الكميه تاع كيلو نديرو حتى زوج مغارف معمرين تاع مايزينا، ندير مغرف تاع لافاني نص كيس خميره كيميائيه، وكي يكون كيلو نديرو كيس خميره كيميائيه، نصف صفار بيضة وكي يكون كيلو نديرو صفار كومبلي، نخلطوه مع شويه ماء زهر، نكونوا بسسنا الفرينه تاعنا ونجمعوا بالماء والمزهر، نخلو العجينه دائما ترتاح. للحشو عندنا 3 كيلو تاع لوز مرحي، نديروا اللوز يكون رقيق، دائما نقول لكم الحشو لازم يكون رقيق باش ما تحسيش الحروشه هذيك تاع اللوز، تحسي البنه اكثر من الحروشيه تاع اللوز. ندير له كيلو تاع السكر متنفسه ونشمخوا بالماء والمزهر ونخليه يريح، وندير له شويه تاع على راس المغرف، كي تكون كونتيتي صغيره ندير على راس المغرف تاع يا سمن يا مارغارين، نخلطوا نوزن العجينه تاعي ونوزن لافاغ تاعي ونبدا في ميم كي تخدمي بطريقه بخوبخ، شغل تشوفي غير العجينه ولافاغ قدامك. هاد الامور كاع نقدروا نديروهم من قبل، نديروهم في الثلاجه يريحوا واحد 5 دقائق ونبدا العمليه تاعي، وكوزينتي راهي نقيه و الحلوة تاعي راهي طيب. اكيد الحلوة راهي طيب. يلا لحقنا الى وقت الفاصل شباب، نقدروا نخرجوا فاصل ولا نعاودوا نزيدوا نعاودوا لهم؟ يلا نخرجوا فاصل ولا معليش استنى ايمن دقيقة نزيدوا نعاودوا لهم برك حلوة الطابع الناس اللي ما لحقوش ليها. كما شفتوا الكمية هذه شحال دارت لنا من حبة، نعاودوا لهم على السريع؟ نعاودوا لهم. عندنا هنا في هذه الكيفية درنا 3 بيضات ودرنا نص كاس تاع سكر كريستاليزي سكر عادي، انا 3 بيضات نص كاس سكر عادي، نضربوهم مليح بالباتور، شغل حين نديروا اون جينواز ونديروا مغرف كبيره تاع فانيلا ونديروا مبشور تاع حبه ليمون ونزيدوا نضربوا شويه، نديروا نص كاس تاع الزيت نص كاس تاع مايزينا، نزيدوا نخلطوهم شويه، نديروا الفرينه نديروا زوج اكياس خميره كيميائيه، نزيدوا الفرينه واش لازم، نخلطوها كامل حتى تولي لنا عجينه ونبداو نطبعوا في الحلوه تاعنا، ومن الفوق نديروا صفار بيضه نديروا لها شويه تاع الزيت وشويه تاع لافاني باش نحو الريحه تاع البيض، نخلطوهم مليح وندهنوا من الفوق. التزيين يقعد اختياري، تحبي ديري السكر، تحبي ديري لي بيبي، تحبي ديري هذيك الشوكولا الملونه، كل واحد وش يحب يدير. تفتي شوكولاته الوجدان ترميها من الفوق. ترميها من الفوق مثلا عندنا طريقه بصح نخليها لكم الوصفه المقبله ان شاء الله، ولا نهار ندير هذه الوصفه نوري لكم كيفاش نخلطوا الشوكولا مع الكاكاو ويمدوا لنا يعني واحد اللون في الحلويات رائع. ان شاء الله تكون في وصفات مقبله ان شاء الله. ان شاء الله. يلا انتم مشاهدينا الكرام نقول لكم فاصل اشهري بعد نتلاقاو على طاوله التقديم وتشوفوا الحلويات تاعنا النهار اليوم. يلا مشاهدينا عاودنا ولينا لكم بعد هذا الفاصل الاشهري على طاوله التقديم بالحلويات اللي حضرتها السيده ام نوفل لنهار اليوم. كنا درنا حلوه الطابع ودرنا شارك العريان. يعطيك صحة أم نوفل. الله يسلمك بارك الله فيك سمية، إن شاء الله المشاهدين كامل يكونوا استفادوا من هذه الوصفات اللي طلبوهم بزاف، وإن شاء الله اللي طلبوهم يكونوا قدام الشاشة يكونوا شافوا الوصفات. حتى لما تشوفهمش يعني كاين بث مباشر على الصفحة ويلقوا كذلك الوصفات على اليوتيوب يقدروا يعاودوا يشاهدوهم ويشوفوا، لأنه من الأحسن أنهم يشوفوا لي ديتاي كيفاش حضرناهم ولا الطريقة كيفاش حضرتيهم باش ياخذوا كل التفاصيل. والبنه سميه قولي لهم البنه رائعه قسما عظما رائعه حلويات ام نوفل. انا ما ناكلش حلويات بزاف، نحب نفضل شوف نفضل حلوه الطابع على بقلاوه بجوز واللوز، نفضل عليها حلوه الطابع كنلقاها في السنين، ونحب الحلويات الجافه لانه من عشاق قهوه حليب اللي راهي حاضره دائما مع السيده ام نوفل. كرمك شغل ما خليتيليش كلمات نعبر بهم على الكرم تاعك. كل ما تجيب الحلويات لازم تجيب يا لاتاي معاهم يا لازم نتقوت كاش تمدي للضيف حلوه هكذاك تقوت ليه ناشفه كذا لازم نقدموا له يا مشروبات يا ربي يعطيك على حسن قلبك ان شاء الله ويحفظك. نتلاقاو بهم غدوه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب. وصفات جديده ان شاء الله اكيد. غدوه وصفات جديده نفس القناه نفس التوقيت، دائما نبقى اوفياء الى برنامج قناه الشروق واوفياء الى قناه الشروق. يلا سلام غدوة إن شاء الله.